السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. نواصل الحديث عن الحرب في أوكرانيا، وقد تكلمنا في الفيديو السابق عن الفرق بين الديمقراطية الغربية والديكتاتورية، ويمكن أن نلخص ذلك فيما قاله أفلاطون في كتاب الجمهورية: إن الديمقراطية أسوأ الأنظمة بعد النظام الاستبدادي. بالفعل إن الديمقراطية ما هي في الحقيقة إلا ديكتاتورية مجملة وغير ظاهرة للعيان، يتوهم فيها الشعب إنه حر، بينما عصابات وأيادي خفية هي التي تسير الأمور. الكل يعرف النظام الديمقراطي الإسلامي الذي يطلق عليه الشورى، الذي أعطى الحق لأهل الحل والعقد في تسيير أمور الأمة. وما سبب هذا النظام من مجازر وحروب بعد موت محمد، والذي انتهى بالنظام الاستبدادي الأموي والعباسي والعثماني، رغم أن المرحلة العباسية عرفت نزول وصعود، ظهرت فيها ما نطلق عليه العصر الذهبي الإسلامي. أفلاطون وضح بكل صراحة، هو وغيره، ليس هو فقط، يعني كثير من الفلاسفة وضحوا نقطة ضعف ما يطلق عليه الديمقراطية، وهي السماح للعامة في تحديد المصير، مصير الدولة طبعا. ونحن نعرف إن عامة الناس جهال وعاطفيين، ويمكن بسهولة إثارتهم واللعب بعقولهم، وهم يميلون للاستقرار والحفاظ على التقاليد والعادات أو الدين أو القومية. لهذا بقليل من الشعارات الرنانة وأحلام زائفة يمكن أن نؤثر على العامة ونقلب موازين القوة. لهذا أفلاطون يرى إن الديمقراطية لا يمكن أن تطبق إلا في مجتمع كلهم مفكرين وفلاسفة. طبعا الجمهورية الأفلاطونية هي جمهورية مثالية، من الصعب تطبيقها على الأقل في هذا العصر أو في العصور السابقة، يمكن في المستقبل يمكن الوصول إليها. نحن هنا سوف لا نتكلم عن أنظمة الحكم وما هي الأفضل الذي عرفها الإنسان والذي سوف يعرفها الإنسان، وإنما سوف نواصل الحديث عن الحرب الأوكرانية، والذي أطلقت على هذه الفيديو الفخ الأمريكي والدب الروسي. وطبعا قبل أن نتكلم عن هذا الفخ، يجب أن نعرف قليل عن التاريخ، وخاصة تاريخ روسيا. طبعا عندما أقول أنا مع الديمقراطية ضد الديكتاتورية، لا يعني أنني مع النظام الديمقراطي الغربي، أو بالأحرى ليس مع 100%. كما قلت إن البشرية ما زالت بعيدة عن الحرية الحقيقية، وفي وقتنا الحاضر صحيح الديمقراطية الغربية هي الحل الوحيد الذي سوف يفتح لنا أبواب أخرى نحو أنواع أخرى من الحرية أكثر طبعا
تطور وأكثر احترام لحقوق الإنسان، والذي موجود ركائزه اليوم في بعض المناطق من الدول الإسكندنافية، وهي حكومات نصف تكنوقراطية، حيث رجل السياسة مثل رجل الدين ومثل رئيس العصابات يعتمد على علاقاته وحنكته لتضليل عامة الناس والوصول إلى أهدافه. فلهذا يجب تقليل من قيمة رجل السياسة الذي كما قلت وأقول هو مثله مثل رجل الدين. التكنوقراط هو إنسان يعمل في مجال تخصصه ويعمل على إتقان عمله، أي المستقبل سوف تكون حكومات والوزارات مؤسسات يعمل فيها موظفين من رئيس الجمهورية إلى الوزارة، أي مؤسسة الدولة التي تعمل وتسير البلاد مثل تسير شركة، بعيد عن رجال السياسة ورؤساء العصابات ورجال الدين. لكن الآن ما زلنا بعيدين عن ذلك. هذا الصراع الذي نشاهده بين روسيا وأمريكا هو صراع حديث قديم بين ما نطلق عليه الصراع الشرقي الغربي الذي يدوم قرابة 10,000 سنة. رأيناه عبر التاريخ على عدة أشكال: الحروب الرومانية والفرس والفرس والبيزنطيين والإسلام والمسيحية وما يسمى الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية وغيرها من الصراعات التي وقعت عبر التاريخ. خلينا من التاريخ البعيد ونعود إلى التاريخ الحديث. قبل سقوط الخلافة العثمانية تنازع الحلف الغربي الاستعماري الذي استعمر أمريكا والحلف الروسي الذي هو وريث المغول بين قوسين والذي توسع في الجنوب جهة أذربيجان وإيران ونحو أوروبا الشرقية. هذا الحلف الشرقي العدو الجديد لأوروبا الغربية تحالف مع بعضه فيما يسمى تحالف الوفاق، الذي يضم بريطانيا وإيرلندا وفرنسا، ثم لحقت عليهم إيطاليا وأمريكا لمحاربة الحلف الذي يطلق عليه دول المركز الذي تقوده ألمانيا والنمسا وبلغاريا والدولة العثمانية. وانتهت هذه الحرب الذي أطلق عليها الحرب العالمية الأولى إلى خسارة دول المركز وسقوط الخلافة العثمانية كليا وبانتصار الحلفاء الذي تقودها بريطانيا وفرنسا. أكبر الدول الاستعمارية في أوروبا مع روسيا. وبهذا السقوط تغيرت خريطة العالم. كان يتصور الغرب أن الحرب العالمية الأولى التي خلفت أكثر من 10 مليون قتيل هي آخر حرب تخوضها أوروبا، وكان سبب هذه الحرب هي دول البلقان والصراع الألماني الروسي عليها بعد ضعف الدولة العثمانية الذي تحالفت مع ألمانيا ضد روسيا وضد الإنجليز والأمريكان والفرنسيس. يعني يمكن أن نقول أن أوروبا الشرقية والغربية
باستثناء طبعا ألمانيا وبلغاريا مع روسيا، تحالفوا مع بعض لإسقاط ما يسمى الشق القومي داخل أوروبا. وبانتهاء هذه الحرب خرجت أوروبا الغربية وأمريكا وروسيا هم قادة العالم الجديد. الذي يهمنا هنا في هذا الفيديو هي روسيا وتاريخها باختصار، حيث ظهر الشعب الذي يطلق عليه شعب السلاف الشرقيون، الذي تم الاعتراف بهم من طرف كل الدول والشعوب الأوروبية في القرن تقريبا 8 ميلادي أو في القرن 9 الميلادي. أسست إمارة كييف روسيا على يد الإفرنج الذي هم في الحقيقة الفيكينج، الذي دخلوا في المسيحية الشرقية تحت تأثير الإمبراطورية البيزنطية، وتوسعوا في المنطقة الشمالية لآسيا، ولكن وقع تفككهم في القرن 12 و13 ميلادي على يد المغول. ولكن في القرن 18 الميلادي استطاعوا ورث كييف روسيا القديمة في التحرر والانطلاق في حروب طويلة لاسترجاع أو بناء مجد روسيا الكبير، وتكونت ما يطلق عليه الإمبراطورية الروسية في كييف التي هي الآن عاصمة أوكرانيا، حيث أصبحت من بين أكبر الإمبراطوريات التي تمتد من ألاسكا الأمريكية إلى بولندا. بعدما انتهت الحرب العالمية الأولى، وقعت سنة 1922 ثورة كبيرة تعتبر من أكبر الثورات التي قامت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية، هي الثورة الروسية البولشيفية أو ما يسمى ثورة العمال، الذي أسقطت القيصر والذي انطلقت عام 1917 ودامت 4 سنوات وانتهت بقيام الاتحاد السوفيتي على يد فلاديمير لينين، وهي تضم روسيا الحالية وأوكرانيا وروسيا البيضاء ومنطقة القوقاز، وقد تم الاعتراف بها سنة 1924 بالاتحاد السوفيتي من طرف بريطانيا وكل الدول الغربية، والذي يحكمها حزب واحد هو الحزب الشيوعي، وأعلن حربه الرسمية على الرأسمالية في روسيا وفي العالم، وذلك في عهد ستالين الأب الثاني للاتحاد السوفيتي. بعد الحرب العالمية الأولى وقع تقارب واعتراف بالاتحاد السوفيتي رغم اختلافهم الإيديولوجي وفي نظام الحكم، حيث اعتبر الاتحاد السوفيتي الحزب الوحيد هو الحزب الشيوعي، وتطورت العلاقة مع أمريكا وكل الدول الغربية عندما دعمت روسيا الجمهوريين في أوروبا ضد ما يطلق عليهم القوميين في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا. أنتم تعلمون أن في تلك الفترة ظهر تيار قومي كبير في أوروبا الغربية، أي بعد الحرب العالمية الأولى.
وخاصة ألمانيا التي لم تقبل هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. ووصل هتلر إلى الحكم في ألمانيا بانتخابات ديمقراطية، وأصبح الحزب النازي هو الحزب الوحيد في ألمانيا، وأعلن الحرب على أوروبا الغربية. في هذه الخلافات الأوروبية لم تريد أن تتدخل روسيا أو الاتحاد السوفيتي في هذه الصراعات، رغم أنها كانت ضد الأحزاب القومية. ولكن ألمانيا خرقت اتفاقية كانت بينها وبين روسيا حول أن ولا دولة تتعرض للدولة الأخرى أو تتدخل فيها، وهكذا دخلت روسيا في حرب مع ألمانيا مع ما يسمى الدول الغربية الأخرى، وقامت ما نطلق عليه الحرب العالمية الثانية التي أحدثت أضرار كبيرة في أوروبا، خاصة حيث عدد القتلى تجاوز 80 مليون. كان هناك قوتان، قوة الحلفاء تضم فرنسا، بولندا، بريطانيا والدول التابعة لها مثل الهند، ثم انضمت روسيا بعد الاعتداء الألماني عليها وخرق الاتفاق عدم الاعتداء، ثم انضمت أمريكا بعد ما كانت تدعم معنويا وبالسلاح فقط عندما رأت أوروبا الغربية في خطر. قوات الحلفاء كانوا يواجهون دول المحور، وهم ألمانيا، اليابان، وإيطاليا، ودول أخرى طبعا. وانتهت الحرب بانتصار الحلفاء بقيادة أمريكا وروسيا على قوات المحور، وغزت روسيا كل شرق أوروبا وجزء من ألمانيا التي تم تقسيمها إلى ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، وأصبح الاتحاد السوفيتي أكبر قوة في العالم مع أمريكا، يحكمه حزب واحد هو الحزب الشيوعي. وقبل الطرفين ما يسمى اللعبة السياسية في تقسيم العالم، حيث التدخل الغير مباشر في دول قد دعمتها روسيا عن طريق الحزب الشيوعي أو الحركات الشعبية، ودعمت أمريكا والغرب الأحزاب الإسلامية والحكومات الدكتاتورية تحت اسم القومية. وقعت الحرب الباردة والتسابق على التسلح وعلى الفضاء وعلى التكنولوجيا بين أمريكا وروسيا. للعلم، بعد الحرب العالمية الثانية أوروبا انتهت، لأنها أثبتت أنها غير قادرة أن تدافع عن نفسها. أضرب أمثلة بسيطة حول الصراع الأمريكي الروسي في منطقة الشرق الأوسط والعالم. كما قلنا إن هذه الحرب كانت حرب غير مباشرة أو حرب بالوكالة، أي كل جهة تدعم في دولة معينة جهة معينة، وتقع الحروب داخل هذه الدول، ومن انتصر يعتبر حليف أمريكا أو حليف روسيا. أضرب مثال على ذلك، كان الحليف الغربي القوي في منطقة الشرق الأوسط هو إيران، أو ما يسمى شاه إيران.
ودعمت روسيا في إيران ما يسمى حزب تودة الذي هو حزب شيوعي، وهدد سلطة الشاه في كثير من المراحل. فاتجهت أمريكا والغرب في دعم ما يسمى الإسلاميين في إيران، وتقوية الخميني حتى لا تسمح لروسيا أن تسيطر على إيران، وقامت ما يسمى بالثورة الإسلامية الإيرانية التي انقلبت بعد ذلك على أمريكا، وهذا موضوع آخر. عندما فشلت روسيا في الدخول في إيران، ماذا فعلت؟ دخلت بقواتها العسكرية بعد أشهر قليلة إلى أفغانستان لدعم ما يسمى الحكومة الموالية لها في أفغانستان، وهذا التدخل هو الذي نطلق عليه حرب أفغانستان، والذي دام قرابة 10 سنوات. نفس الشيء في بقية الدول المتكلمة بالعربية، خاصة ما يسمى الشام والعراق وشمال إفريقيا، حيث روسيا دعمت ومولت وساعدت الأحزاب الشيوعية، فقامت أمريكا والغرب بدعم وتشجيع وتقوية ما يسمى الأحزاب الإسلامية مثل الإخوان المسلمين وغيرهم. طبعا نحن سوف لا ندخل في كل هذه التفاصيل، ولكن حبيت نوريكم الصراعات التي كانت تدور بين أمريكا وروسيا، بالذات الغرب مجرد تابع لأمريكا، وهذا سوف نفهمه أكثر في بقية الفيديو. بعد انتهاء ما يسمى الحرب الإيرانية العراقية، انتهت الحرب متاع الاتحاد السوفيتي وأفغانستان، وضعفت الشيوعية في العالم بسبب الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي. الشيوعية لم تستطيع أن تصل بقوة للسلطة في الدول العالم الإسلامي، طبعا بسبب أولا الدعم الأمريكي الغربي لهذه الحركات الإسلامية الشيعية والسنية، وثانيا عملية التشويه للفكر الشيوعي على أساس إنه كفر وضد الإسلام. وطبعا نحن نعلم إن الدول التي كانت تسيطر عليها روسيا ضمن الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي كانت تحكم بالحديد والنار، والمسلمون داخل الاتحاد السوفيتي والمسيح عانوا الأمرين، حتى اليهود أيضا، بحيث اليوم في إسرائيل تقريبا أكثر من 1.5 مليون روسي يهودي موجود في إسرائيل، أي نسبة جدا كبيرة ولها تأثير كبير على السياسة الإسرائيلية. طبعا احنا لا نريد ان ندخل كثير في التفاصيل، نريد ان نصل ببطء الى هدف هذا الفيديو. بعد انتهاء الحرب الروسية او الاتحاد السوفيتي ضد افغانستان، بدأت تضعف، معناتها الاتحاد السوفيتي بدأ يضعف وبدأ سقوطه، واستقلال كثير من الدول أوروبا الشرقية عن ما يسمى الاتحاد السوفيتي، وضم ما يسمى ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية. روسيا
في ذلك الوقت في 1991 أظن أو 92 اكتفت بحدودها، واستقلت الدول التي كانت تحت سيطرتها، بعضها مثل روسيا البيضاء وأوكرانيا وغيرها أصبحت قريبة من روسيا ومتحالفة نوعا ما مع روسيا، لسبب أن هذه المناطق هم في الحقيقة سلاف روس. يعني احنا نعرف اللي روسيا قامت من أوكرانيا، يعني روسيا القيصرية القديمة هي أوكرانيا، ثم توسعت نحو شمال آسيا. طبعا منطقة الصين لا تستطيع أن تسيطر عليها لأنها تعتبر قوة كبيرة، ولكن منطقة القوقاز وجهة أفغانستان وإيران والشرق الأوسط يمكن لها أن تحاول السيطرة عليها، ولكن طبعا أمريكا والغرب منحها من ذلك بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وأراد أن يلحق بالعالم بين قوسين المتحضر، وانتهت ما يسمى بالحرب الباردة بين روسيا وأمريكا، ووقع الاتفاق على كثير من المعاهدات التي تحمي أمن روسيا، إلا أن أمريكا مع الأسف مع حلفائها في الغرب لم تلتزم بذلك من 1991، وقامت بثورات داخل الدول الموالية لروسيا مثل في الشيشان الذي كانوا مسلمين، وكان بدعم سعودي وأنصارها وأوليائها في الخليج والمذهب الوهابي لإضعاف روسيا. يعني هذه اللعبة متاع الصراع على الدول أو الحرب بالوكالة، رغم أن روسيا قررت أن تنتهي هذه اللعبة وتنتهي الحرب الباردة، لكن أمريكا والغرب لم يتوقفوا عنها وواصلوا في ذلك حتى في داخل روسيا باسم الديمقراطية واقتصاد السوق وغيرها من الشعارات الرنانة التي تدعو وترفعها أمريكا من أجل السيطرة على العالم. يعني هذه معناتها أمور واضحة وبينة. طبعا في ذلك الوقت كانت روسيا معناتها الحديثة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كانت منهكة، اقتصادها منهك، جيشها منهك، أصبحت بعيدة على التكنولوجيا العالمية، فلهذا أرادت أن تتصالح مع أمريكا ومع الغرب، خاصة لأن روسيا الذي يهمها هي أوروبا، لا يهمها أمريكا التي تعتبرها نوعا ما بعيدة عنها، لأن أوروبا هي التي لها شراكة اقتصادية قوية ولها حدود مشتركة برية واضحة، ويمكن أن نقول بين قوسين يحملون نفس العقلية، يعني العقلية الأوروبية مع عندها روسيا. ولكن المطامع الأمريكية مع الأسف عن طريق، طبعا أمريكا دائما لا تلعب مباشرة، تلعب دائما عن طريق حلفائها، لأن كما قلنا بعد الحرب العالمية الثانية أوروبا انتهت، أصبحت تابعة لأمريكا، والذي دفع أوروبا إلى ذلك هو ضعفها، وأكبر حليف لأمريكا هم النجم نقولوا بريطانيا وطبعا ألمانيا، التي يعني أمريكا أعادت لها الحياة ونوعا ما غفرت لها الذنوب التي قامت بها في الحرب العالمية الثانية، وواصلت في محاصرة روسيا من كل جهة وتقليص نفوذها ووحدتها، رغم أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لكي تنفتح على العالم وتدخل
نظام الاقتصادي العالمي وتطور من معناتها إمكانياتها وتتعامل ند لند مع الدول الأخرى. ولكن أمريكا طبعا رفضت ذلك رغم إنها في الظاهر أظهرت إنها موافقة على ذلك، وهذا هو الخداع الأمريكي السياسي، لأن الديمقراطية الحقيقية التي موجودة والتي تحكمها بالفعل عصابات إجرامية بأتم معنى الكلمة هي أمريكا. نعود إلى بعد الحرب العالمية الثانية. كما قلت إن أوروبا كقوة تقليدية قديمة انتهت بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت أمريكا هي القوة الغربية الأقوى، خاصة بعد ما يسمى تكوين حلف الناتو الذي يجمع دول أمريكا الشمالية أي أمريكا والكندا وأوروبا. طبعا ليس كل أوروبا، يعني أوروبا الغربية في الأول، ثم بدأت أوروبا الغربية كل مرة تأخذ دولة من الدول التي استقلت عن روسيا. ورغم أن هذا التدخل الأمريكي في أوروبا الغربية عارضته فرنسا بقوة في عهد الرئيس شارل دوغول، الذي اعتبر الناتو يقلل من استقلالية فرنسا وأوروبا، يعني رفض، يعني وقعت معارضة لهذا الرئيس، واعتبر أن أمريكا تتدخل، يعني تدخل سافر في الدول الغربية وخاصة فرنسا، ويقلل من قيمة فرنسا على حساب بريطانيا الحليف القوي لأمريكا. والنجم نقول أن بريطانيا هي من خلقت أمريكا. ولكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بدأ الناتو يضم دول معناتها أخرى غير الدول التي بدأت فيما يسمى التحالف العسكري الشمالي، الذي يطلق عليه التحالف العسكري الشمالي لحماية أوروبا وأمريكا من أي عدو مهما كان، سوى روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا أو الصين أو أي قوة أخرى في العالم. عندما وصل بوتين إلى الحكم في روسيا انزعج من تمادي الغرب في تهديد أمنه باتساع ما يسمى حلف الناتو، حتى أنه دخل في نقاشات مع الغرب أن فنلندا التي هي قريبة من روسيا من جهة الشمال لا تدخل في حلف الناتو، وكذلك أوكرانيا. أوروبا التي لم يعد لها أي قيمة سوى حارس للمصالح الأمريكية وجدت نفسها بين روسيا التي لها امتداد طبيعي وتقارب جغرافي وسوق كبيرة للسلع الأوروبية، وفي نفس الوقت مزود كبير للطاقة الروسية، وبين معناتها أمريكا التي تبعد عنها الأميال ولكن تجمعها نوع من الإيديولوجية أو الفكر الديمقراطي، وترى في روسيا رغم كل التقارب الطبيعي بينها وبين روسيا إن الخلاف معها في مسألة نظام الحكم الذي تعتبره معناتها نظام ديكتاتوري. الديمقراطية الأمريكية هي أكثر محصنة من وصول أي شخص للحكم وتغيير سياسة أمريكا. هنعرف في أمريكا فما زوز أحزاب، وإن هناك نظام مؤسسات. ممنوع في أمريكا تكون حزب شيوعي، وفوق كل ذلك إن هناك استقلالية للأجهزة، يعني حتى ولو وصل رئيس مثل ترامب للحكم في أمريكا لا يستطيع أن يؤثر شيء
على السياسة الأمريكية سوى الداخلية أو الخارجية، بينما الديمقراطية الغربية لا. هناك أكثر مرونة، ويمكن في أي وقت يصل ما يسمى حزب قومي مثل ما وصل النازيون. صحيح أن الآن الأمر يختلف، ولكن ما يسمى بالأحزاب القومية أو بين قوسين الوطنية يمكن أن تصل للحكم وتغير كل المعطيات، أو ما يسمى أحزاب اليمين المتطرف. فلهذا بوتين روسيا ماذا فعل؟ عرف هذه الحقيقة ودعم هذه الأحزاب، ما يسمى الأحزاب القومية الذي تحسب على اليمين المتطرف. وهذه الأحزاب ضد مثلا فكرة الاتحاد الأوروبي وضد فكرة الناتو، وتريد لأوروبا الغربية أن يعود لها دورها بعيد عن أمريكا وتصبح قوة مستقلة. وطبعا هذا لا يعجب أمريكا، ولهذا يعني دخلت روسيا الحديثة بقيادة بوتين في صراع غير مباشر مع أمريكا. هو قال بينه وبين نفسه، احنا اتفقنا على اتفاقيات وأمريكا لم تلتزم بهذه الاتفاقيات، احنا قدمنا تنازلات أكثر شيء ممكن، سمحنا في دول كانت تحت سيطرتنا، حلينا الاتحاد السوفيتي. لهذا معناته بوتين يعتبر حل الاتحاد السوفيتي هي أكبر غلطة قام بها. يعني كان ينجم يحافظ على الاتحاد السوفيتي والدخول بهذه الدول في ما يسمى اقتصاد السوق والتعامل مع الدول الأخرى، ولكن طبعا من حكم الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت لم يكن لهم الجرأة أو القوة لكي يقوموا بذلك. فلهذا بوتين نظر إلى مصلحة روسيا، يعني روسيا والتهديدات اللي يمكن تجيها من أمريكا. هذاك علاش عندها روسيا تعتبر أمريكا شخص ميتحكش معاه، غدارة كذابة ساقطة ندلة متسواش. يعني عنده أمل أن الغرب الأوروبي يعني يوقف هذا التحالف مع أمريكا وخاصة مع بريطانيا، يعني وأن يستقل وينظر إلى مصلحته الوطنية أو القومية بعيد على المصالح الأمريكية الاستعمارية والإمبريالية التي تريد أن تحكم العالم كما تريد، وتريد أن العالم أجمع يصبح تحت سيطرتها. هذا التعجرف الأمريكي الواضح والبين حيث تسمح لنفسها أن تفعل ما تريد باسم الإنسانية وباسم الديمقراطية وباسم حقوق الإنسان، وهي لا تعترف بكل هذه المبادئ كليا، وإنما تبحث عن مصلحتها فقط. وهذا واضح ولا نقاش فيه، ومن يقول خلاف من ذلك إلا إنسان يا إما جاهل وإلا يريد أن يكذب على الآخرين. إذن عندما بدأت تقوى الأحزاب القومية أو الأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، أمريكا علمت أن هذه الأحزاب تتلقى دعم من روسيا. إذن هي معناتها صحيح تريد أن تقضي على روسيا، ولكن الآن أصبح من الضروري القضاء على روسيا، لأن تعرف وصول حزب قومي في فرنسا أو في ألمانيا سوف يقلب كل الموازين، وسوف يرفض أن يكون تحت الوصاية الأمريكية. هذا معناتها أمر واضح، وسوف يفكر في مصلحته مع روسيا أفضل من أمريكا. كل هذا طبعا صراعات سياسية ومالية واقتصادية وغيرها، لأن أوروبا لا معناتها ماهيش باش تربح، ما عندهاش معناتها صناعة باش تصدرها لأمريكا. أمريكا تصنع كل شيء، يعني اللي تصنع فيه الكل تنجم تبيعه للسوق كيما سوق روسيا كيما سوق الصين. يعني أمريكا ما تشري من عندها شيء، بالعكس يعني أوروبا
يعني غزتها السلاح الأمريكية، ومن ناحية أخرى أن أمريكا لا تستطيع أن تقدم أي مساعدة من ناحية ما يسمى الموارد الطبيعية مثل الغاز أو الموارد الزراعية مثل القمح والشعير وغيرها. معناتها حتى ولو تستطيع أن تقدم ذلك سوف يتكلف ذلك غاليا لأنها بعيدة جدا، وأن روسيا أقرب إليها لكي تأخذ كل هذه الموارد الطبيعية. إذن من هوني بدأ الصراع حول أوكرانيا. طبعا عندما أتكلم عن أمريكا أتكلم عن أنصارها في الدول الأوروبية. خلال 30 سنة من سقوط الاتحاد السوفيتي وأمريكا تتمادى في خلق المشاكل مع روسيا، منها احتكار التكنولوجيا، خلق نزاعات معناتها داخل الدولة الروسية وفي الدول الموالية لها وتريد أن تبعدها على روسيا تحت ما يسمى الحرية والديمقراطية، وضم كثير من الدول أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية، وضمها إلى ما يسمى حلف الناتو. وطبعا تعلم أمريكا أهمية أوكرانيا بالنسبة لروسيا. أوكرانيا هي الدولة التي قامت منها روسيا، وسكانها 30% من الروس، وهي من أهم الجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. فلهذا بالنسبة لأمريكا أوكرانيا هي الورقة اللي بيشتغل بها. روسيا لا يمكن ولا يمكن أن تقبل انضمام أوكرانيا لأوروبا، ولن تقبل أن تنضم أوكرانيا للحلف الناتو، وتعتبر ذلك حرب مباشرة على روسيا. ولهذا روسيا بوتين سنة 2014 قام باحتلال جزيرة القرم، وبدأت تدعم يعني في المناطق اللي في أوكرانيا اللي فيها أكثرية روسية، وبدأ يقع الخلاف بين شعب واحد. صحيح هناك من هو مؤيد لروسيا وهناك من هو مؤيد لأمريكا، ولكن وقع انشقاق كبير داخل الشعب الأوكراني. أمريكا معناتها عن طريق الغرب لو أرادت أن تضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لفعلت، ولكن تدري إنها لو فعلت ذلك ودخلت روسيا إلى أوكرانيا سوف تقوم الحرب العالمية الثالثة، لأن تعرفوا حلف الناتو هو حلف لو تهجم على دولة كل الدول الأخرى مجبورة باش تهجم عليك. ولهذا مدة تقريبا 20 سنة وأنصار أمريكا والغرب في أوكرانيا يدعون للانضمام للاتحاد الأوروبي ولحلف الناتو، ولكن أوروبا ترددت وأمريكا كانت الداعمة لذلك، فهمت أنها تنضم أوكرانيا، ولكن الغرب تريث وفكر وكان يعلم المخاطر الذي سوف تقع، خاصة روسيا يحكمها بوتين. بوتين ليس إنسان حمار وليس إنسان لا يعلم السياسة الدولية، إنسان يعني فاهم اللعب الأمريكية جيدا، وهذا يدل على أن أمريكا لا تريد حرب مباشرة مع روسيا، هذا أكيد، لأن روسيا رغم تفككها وسقوط ما يسمى الاتحاد السوفيتي تبقى دولة عظمى، وهم يعلمون ذلك جيدا، كما أن لها أنصار قويين جدا مثل الصين
بالقوة البشرية، كوريا الشمالية بجنونها العسكري والقنبلة النووية، وإيران بأنصارها الجهاديين في كل مناطق العالم الإسلامي وداخل أمريكا وداخل أوروبا. إذن إلى الآن الحرب توقع بطريقة غير مباشرة، يعني روسيا دعمت أنصارها في أوكرانيا كما أمريكا دعمت أنصارها في أوكرانيا، هذا منطقي، فهمت؟ وهذا الأسلوب هو الذي استعملته إيران عندما دعمت أنصارها في اليمن، في سوريا، في لبنان، وفي بعض الدول المتكلمة بالعربية الأخرى، لأن إيران تعلم جيدا أيضا السياسة الأمريكية، هي حرب بالوكالة. هذاك الشخص ندعمه سياسيا وماليا واقتصاديا والسلاح وغيرها، ونخليه حرب في بلاستي ويكون تحت أوامري كما تفعل في العراق وفي كثير من الدول العربية أو الدول المتكلمة بالعربية. وهذه اللعبة السياسية مقبولة نوعا ما دوليا، ولا يمكن أن نتهم دولة لماذا دعمت أنصارها في دولة أخرى، تعتبر هذه مسألة داخلية كما كانت تلعب أمريكا وروسيا قبل. طبعا روسيا عندما احتلت جزيرة القرم ودعمت أنصارها، شافت أن أمريكا والغرب يعني يلعبون يعني في لعبة قذرة، فهمت؟ يعني يوصلوا حتى مع تزوير الانتخابات، فهمت؟ التدخل المباشر في أوكرانيا، يعني أوكرانيا كأنها دولة تابعة لهم 100%، فهمت؟ وطبعا بوتين ليس له خيار. لو نظرنا، البعض يسألني يقول لي هل لروسيا خيار؟ قلت ليس لها خيار، لأن لو سكتت الأمر سوف يتمادى أكثر وأكثر وأكثر، يعني كما تقول أم كلثوم للصبر حدود. يعني بوتين حكى 1000 مرة مع الغربيين، مع الفرنسيين، مع غيرهم، حكى معهم قال لهم راكم كثرتولها، راكم كثرتولها، راكم قاعدين تهدوا في الأمن متاعي، ولكن كلامك يا هذا في النافخة زمرة. إذن الغرب أو أمريكا بالذات، فهمت، لم تترك أي خيار لبوتين إلا التدخل العسكري المباشر، لأن لو انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى حلف النيتو لانتهى كل شيء، انتهى، ما عادش فما حتى شيء، فهمت؟ هذاك علاش توا مثلا الرئيس الأوكراني يطلب حماية للمجال الجوي. لا يستطيع الغرب أن يحمي المجال الجوي الأوكراني لأن أوكرانيا ليس تابعة معناتها الناتو وليس تابعة أوروبا. وكذلك أمريكا تقول إنها لا تتدخل في حرب أوكرانيا ولا ترسل جندي واحد إلى أوكرانيا، والذي تستطيع أن تفعله هو حصار روسيا اقتصاديا واجتماعيا وعالميا وتشويه وإعلام وغيرها، وإرسال الدعم المادي والعسكري للأوكرانيين الذي موالين لها، يعني يحاربون باسمها. الحرب أو السقوط، هذا هو خيار بوتين، يا إما أن يوافقوا له على الشروط متاعه اللي هي واضحة، يا إما الحرب، ما عندوش خيار آخر مع الأسف، ما عنده حتى خيار آخر. ولكن نجم نقوله كما في السترنج، في لعبة السترنج، يعني يحطك معناتها من بين حلين، لو تلعب هذه تموت، لو تلعب هذه تموت، إيش كي مات.
هكذا فعلت أمريكا الروسيا. أمريكا وقتها دخلت روسيا في جزيرة القرم وفي المناطق اللي فيها الأكثرية الروسية، نددت وعملت روحها في بلهش. علاش؟ على خاطر تستنى فيه يدخل كل أوكرانيا، يعني هذا هو الذي تريده، لأن سوف يعطي لأمريكا كل المبررات لمحاصرة روسيا سياسيا وإعلاميا واقتصاديا حتى تدميرها من الداخل. والآن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الحل أمام روسيا؟ الآن بعد التدخل الروسي في أوكرانيا، ما هو الحل؟ طبعا الآن أكثر من 10 أيام معناتها من دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا، وإلى الآن لم يقع تقدم كبير. طبعا أنا مانيش باش نناقش المسألة من ناحية السياسية أو من ناحية العسكرية، لأن هذه معناتها مجالات تخص المختصين. طبعا أنا أتابع الأخبار ونحاول في هذه الفيديو نحكي على الحاجات اللي محكاوش عليها أكثرية الناس، خطر لا فائدة في التكرار. طبعا روسيا لو أرادت أن تغزو كليا أوكرانيا لفعلتها في يوم واحد، ولكن لم تفعل، لأنها تريد أن تعطي فرصة لأمريكا لكي تراجع حساباتها. ولكن مع الأسف أمريكا يعني كما نقولوا كأنها وقعت على صيد ثمين، هي وبريطانيا وألمانيا اللي تحب ترجع للتسلح، فهمت؟ يعني ما هي ممنوعة من أن تتسلح، توا تحب ترجع للتسلح وأن تكون دولة قوية تستطيع أن تدافع عن أوروبا بقوة السلاح، فهمت؟ لأن طبعا هذه الحرب أيقظت كثير من الأمور، ليس في المجال العسكري فقط، حتى في المجال السياسي. على كل حال الذي حدث يعني يعتبر حدث تاريخي جدا مهم. طبعا أيضا عدم تقدم القوات الروسية قد يكون السبب بتاعه معناتها تكتيكي. تعرفوا التدخل الأمريكي في العراق بقى عدة أسابيع حتى أسقط بغداد، لأن يريدون أن يتفادون معناتها ما يسمى المدنيين أكثر شيء ممكن، لكي لا تقع في ما يسمى الحملة معناتها الإجرامية وغيرها، رغم أنها معناتها في الحروب يعني عادي أنهم يقعوا مدنيين معناتها نتيجة القصف والتشويه الإعلامي والكذب، هذا عادي جدا، واستعمال صور غير حقيقية لإثبات أن الآخر غير إنساني وأنه إنسان مجرم وكذا وكذا، هذه ما تسمى بالحرب الإعلامية. طبعا أمريكا سارعت إلى ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية والسياسية والحملة التشويهية اللي ما فماش دولة إلى الآن تعرضت إلى تشويه وحصار مثل ما وقع لروسيا، رغم أن كوريا الشمالية أيضا نفس الشيء، يعني وقع لها نفس الشيء، أما على مستوى كوريا الشمالية دولة صغيرة، هذه روسيا هذه مش 20 ولا 40 ولا 100 مليون، وعلى مساحة كبيرة جدا، فهمت؟ إذن الأضرار سوف تكون جدا كبيرة. بالنسبة لروسيا ما هو أكيد، سوف لن تتراجع عن قرارها الذي اتخذته، هو قرار دون عودة. ما دخل بوتين في أوكرانيا إلا يعلم كل ما سوف يقع من وراء ذلك من عقوبات، وإن أدى الأمر إلى أسوأ من ذلك مهموش، هذا معناته إنسان سيخرجوه من مخه. أنا مانيش نقول إن بوتين إنسان جيد، ومانيش نقول إن معناتها عنده الحق، لا،
أما نتكلم كي نحط روحي في بلاصته، هو يفكر أكيد في مصلحة روسيا، هذا ما هو أكيد 100%. إنسان يفكر في أمن روسيا المستقبلي، وهذا من حقه كرئيس لروسيا. إذن هنا السؤال، شنو قدم بوتين بعد هذا الغزو أو هذه الحرب التي وقع فيها؟ وهل تتصورون أن بوتين ما كانش يعرف شنو يعمل؟ وهل مستعد أن يواجه العالم أجمع؟ وهل سوف ينتصر أو سوف يخسر الكثير؟ ما هي السيناريوهات الممكنة بالنسبة لروسيا وبالنسبة لأمريكا؟ لأن كما يقول المثل، اللي في رأس الذيب في رأس السلوقي، السلوقي هو الكلب، يعني الزوز يعرفوا بعضهم كيفاش يخموا. إذا أكيد معناتها احنا كمواطنين عاديين ما نجموش نعرفوا شنو هو في راس بوتين وفي راس امريكا او في راس من هو خلف امريكا من عصابات التي تريد ان تسيطر على العالم، والتي تستعمل معناتها سياسه التي تناسبها وتخدم مصالحها فقط من اجل اخضاع كل الشعوب تحت سيطرتها، ومن بينهم اوروبا الذي انتهى دورها في التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية. خلينا نشوف شنو السيناريوهات الممكنة قبل ما نختم هذا الفيديو. إذن كما قلنا أن روسيا بوتين ما هو أكيد سوف لن تتراجع. القرار الذي اتخذه بوتين هو قرار دون عودة، وعليها أن تتحمل كل العقوبات، وإن أدى الأمر أن تتحول روسيا مثل كوريا الشمالية، وهذا طبعا ما لا تريده، لا تريد أن تصبح مثل كوريا الشمالية ويصبح لها علاقة إلا مع كوريا الشمالية وإيران والدول معناتها كما فنزويلا، وتكون حلف خاص بها، تصبح قوة مستقلة كليا وتضم هذه الدول والذي هي دول كبيرة ومهمة مثل إيران وغيرها وسوريا وغيرها، وتدخل كقوة جديدة يعني في الحرب مع أمريكا والهيمنة الأمريكية. ولكن هل الشعب الروسي يقبل ذلك؟ لأن الشعب الروسي ليس مثل الشعب الكوري، لا في العدد، لا في مساحة الأرض، لا غيرها، وهذا ما سوف نعرفه في المستقبل. هذا السيناريو الأول أمام روسيا، أنها تحتل أوكرانيا وتغلق حدودها وتخلق عملات أخرى وتكنولوجيا أخرى وتستقل كليا عن الغرب وعن أمريكا، وحتى أنها تقطع الغاز عن أوروبا وتفعل ما تريد. فهمت؟ يعني هم حاصروها حتى أنا زادة نعمل على روحي. وأكيد أن روسيا تستطيع أن تعيش بسهولة عندما تخلق عن نفسها، يعني تخلق عالم آخر جديد، وهذا ممكن. أما السيناريو الثاني، أن تجد حل مع أوكرانيا، وهذا ما تفعل، حيث تحاول أن تقنع الأوكرانيين أن مصلحتهم مع روسيا. تقول لهم يا سيدي شنو يعطيكم الأمريكان؟ يعطيكم طيارات، نعطيكم طيارات. شنو يعطيكم؟ يعطيكم ديمقراطية، نعطيكم ديمقراطية. يعطيكم فلوس، نعطيكم فلوس. فهمت؟ ونعطيكم أكثر من اللي يعطيكم هما، اللي تحبوا عليه نعطيكم، ويجوا معنا، احنا أقرب لكم، احنا أخواتكم، علاش ماشيين تتحالفوا مع أمريكا؟ يعني يعملوا على العنصر الأوكراني أنهم يقنعوه، ولكن مع الأسف وسائل الإعلام وعمل الأمريكان عندهم إمكانيات قوية جدا، وخاصة أنصار أمريكا في أوكرانيا، يعني عندهم إمكانيات خيالية، سواء إعلامية سواء مادية. أنتم تشوفوا في ظرف 10 أيام 1,000,000 خرج من أوكرانيا، يعني خلال الحرب السورية مدة معناتها قداش من سنة،
والصعوبات باش يدخلوا لأوروبا، بينما هذم يفتحوا لهم البيبان ويدخلوا بكل حرية، يخالفون يعني يعطلون كل القوانين نتاع التأشيرة والاتحاد الأوروبي. الآن مش مشكلة، هذا ولد بلادنا، فبدأ مع السوريين أو مع مهجرين أخرين أفغان أو إيرانيين، لا فهمت؟ القانون الدولي لازم نحترموا القانون ونحترموا كذا ونحترموا كذا ونحترموا كذا. أما وقت تولي المسألة تخدم مصلحتهم هما، القوانين الكل يعطلوها. إذن بالنسبة لي أنا، التعطيل في تقدم الروسي هو محاولة إيجاد حل مع الأوكرانيين ومع الغربيين، كما مثلا فرنسا اللي هي معناتها تعتبر نوعا ما مستقلة، فهمت؟ يعني أو تريد الاستقلال طبعا، والانتخابات الرئاسية اللي بتوقع في فرنسا مش تكون جدا مهمة. يعني لو تواصلت الحرب إلى صعود مثلا حزب من اليمين المتطرف إلى فرنسا، سوف يقلب كل الموازين، فهمت؟ يعني هذه مسألة جدا مهمة. إذن الحل الثاني هو أن روسيا تجد حل مع الأوكرانيين في الدرجة الأولى، ثم تجد حل مع الغربيين اللي ينجموا يأثروا على الأوكرانيين باش يقبلوا بالشروط الروسية أنها تكون أوكرانيا دولة مستقلة، فهمت؟ منزوعة السلاح، لا تهدد أمن روسيا، أو لو توصلها من الصعب أنها تقسيمها، هذا يزيد صعيب، يمكن تقسيمها يعني المناطق اللي فيها الروس كثير تبقى تابعة روسيا، والأخرى تنضم إلى أوروبا الغربية، ولكن يجب أن تبقى منزوعة السلاح لأن تربطها حدود مشتركة مع روسيا البيضاء ومع روسيا. إذن هذا هو الحل الثاني، هو العمل الدبلوماسي. وتأخير التقدم الروسي أظن أنه من أجل إعطاء فرصة للحوار والنقاش، وحتى أن الجالية الروسية في إسرائيل ووزير الخارجية الإسرائيلي اللي هو روسي يعني ذهب لكي يتدخل في هذه المحادثات من أجل إقناع الغرب بقبول بشروط روسيا، وحتى الصين تريد أن تتدخل، وكثير من الدول تريد أن تتدخل، لأن الأمر يذهب نحو كارثة حقيقية. أما السيناريو الثالث هو أن تحتل روسيا أوكرانيا بالقوة، ويواصل الغرب في دعمها وتسليحها بأقوى السلاح وتقديم لها المساعدات مثل في أفغانستان. وهنا السلاح اللي يتقدم روسيا مش السلاح المصدد والفاسد واللي باش تلوحوا أمريكا اللي كانت تعطي فيه لأفغانستان وللحركات الإسلامية في ليبيا وفي العراق وفي الجزائر وغيرها، لا، هذوما سلاح جديد، فهمت؟ يعني نظارات ليلية، صواريخ ضد الطيران، طيارات، يعني أحدث أنواع السلاح الذي هو متطور أكثر من السلاح الروسي. وهنا سوف تدخل البلاد في حرب استنزاف طويلة، فهمت؟ تنتهي إما باستسلام روسيا أو بمعنتها مواصلة النزيف اللانهائي والخسارة المادية الكبيرة. لأن أتأكد من شيء، أن أمريكا مهما طالت هذه الحرب سوف لا تخسر شيء، لأنها ليس مشاركة فيها، هناك من يعمل بالوكالة عنها. أما الحل الأخير هو قيام حرب عالمية ثالثة، وهنا المصيبة الكبرى، فهمت؟ يعني مش هذا الحل الأخير، يعني الحل الأخير ما يسمى الحل الرابع هو قيام حرب عالمية. لو تدخل الناتو في ما يسمى الحرب الأوكرانية، أو إن روسيا بعد احتلال أوكرانيا هجمت على دولة من الدول الأخرى، ولا أتصور أن تفعل ذلك، أو يحاول الناتو أنه يحمي الجو الطيران في أوكرانيا ويمنع الطيران
الروسي من التحليق فوق أراضي أوكرانيا، وهذا يعتبر حرب مباشرة. وطبعاً هذه الحرب سوف ينقرض فيها نصف البشرية، والنصف الآخر سوف يعيشون عندها معاقين أكثرهم، والبعض الآخر تحت الصدمة. إذن هذا بالنسبة لروسيا. بوتين ما عندوش حل آخر، يا أما يعني يعلن الحرب العالمية الثالثة، فهمت معك، يلقى روحه سيء، حاصره ياسر باهي، حصار اقتصادي أوكي، أما باش يولي عسكري وتدخل عسكري وغيرها وغيرها، أنا نأكد لكم أن بوتين ميهموش في السبعين، يفكر في مصلحة روسيا علي وعلى أعدائي. ماهوش مهبول ولكن هبلو، فهمت؟ إذا هذا بالنسبة للسيناريوهات بالنسبة لروسيا، يا إما طبعا تلقى حل مع أوكرانيا، مع أوروبا الغربية، أو خلق مجال خاص بها مع الصين ومع دول أنصارها، وطبعا لا يعني أنها تنسحب من أوكرانيا. أوكرانيا محتلتها، هذا من حقها، ومن حقها أن تدافع على وجودها الفعلي. أما بالنسبة للجانب الأمريكي، السيناريو الأخير الذي هو الحرب العالمية الثالثة، لا أتصور أيضا أنهم يفضلونها، لأنهم يعلمون أنهم سوف لا يواجهون روسيا فقط، وإنما الصين وكوريا الشمالية، وطبعا العصابات الشيعية الذي تابعين إيران، والذي منتشرين في كل أوروبا وأمريكا. إذن حرب عالمية ثالثة سوف يكون خسارة كبرى، ليس للروس فقط، حتى لأمريكا وأوروبا، وخاصة أوروبا الذي سوف تتأثر تأثير مباشر بهذه الحرب. لا أتصور أن أوروبا الغربية سوف توافق على حرب عالمية ثالثة حتى ولو أمريكا أرادت ذلك. إذن أنا أستبعد الحرب العالمية الثالثة، إلا معناتها احتمال، ديما يبقى احتمال، فهمت، ولكن يعتبر احتمال ضعيف، لأن حرب عالمية ثالثة يعني موت نصف البشرية، إلا لو الأمريكان عندهم خطة أنهم ينقصوا من البشر ويقتلوا 3 مليار دوات من البشر، يعني هذا يمكن، فهمت، يعني يضربوا الصين بقنبلة نووية ويضربوا روسيا بقنبلة نووية، هكاكا تنقص البشرية، يمكن، فهمت، ولكن سوف تكون أيضا خسارتهم كبيرة. أما الذي يناسب أمريكا هو حصار روسيا اقتصاديا ودوليا وتشويهها وإعلاميا بكل الطرق، ومساعدة وترك الأوكران يحاربون باسمها، فهمت، والهدف متاعهم هو ثورة الشعب الروسي داخل روسيا، أو انقلاب عسكري مثل مثلا جماعة من العسكر أو من الجيش أو من المقربين من الرئاسة في روسيا، أنهم يضحون ببوتين لكي ينقذون روسيا، ولكن لو وقع ذلك انتهت روسيا كقوة، وسوف تصبح ضمن النظام الغربي مباشرة وموالية له، وهكذا يمكن أن يتفرغون بعد ذلك للقضاء على الصين، العدو الثاني بعد روسيا. أما السيناريو الثالث هو مواصلة الحال على ما هو عليه، حتى ولو تحتل روسيا أوكرانيا كلها، سوف يواصلون في دعم الأوكرانيين بالسلاح، ويدخلون ما يسمى في حرب استنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وأمريكا تتفرج وتدعم بالسلاح، وهذه الحرب يمكن أن تطول، لأنها سوف تتحول إلى حرب عصابات قد تدوم عدة سنوات، سوف لا ترهق أمريكا، وبالعكس يمكن
أن تقوي أمريكا، لأنها سوف تجرب سلاحها الحديث ولكن سوف تضعف روسيا. إذن هذه تقريبا الحلول الثلاثة. لا أتصور أن أمريكا أو حتى الغرب، حتى أمريكا لو تريد حرب عالمية ثالثة الغرب ما يقبلش، لأنها الحرب موجودة على أراضيه، على منطقته. يعني لو تضرب قنبلة نووية يعني في أوكرانيا أو ينفجر معناتها معمل نووي، يعني أوروبا كاملة تمشي، حتى ألمانيا حتى هولندا حتى فرنسا. فهمت؟ يعني هذا أمر يعني لعب خطير جدا، ولا يمكن معناتها الغرب يقبل بذلك، وخاصة فرنسا التي تفعل المستحيل لكي تنهي هذه الحرب. طبعا والمحللين السياسيين يعني يضعون عدة سيناريوهات يعني يمكن تحدث، وكلها ممكنة كي تشوف. أما أبعد سيناريو هو حرب عالمية ثالثة، لأن كما قلت لكم حرب عالمية ثالثة يعني موت نصف البشرية، والذي سوف يكون مضر أكثر واحد هما الدول الغربية. أما أمريكا سوف يمكن لا تتأثر كثير، ويمكن لها أن تعترض الصواريخ النووية وتسقطها في البحر قبل أن تلمس أمريكا. إذن هذا الوضع كما قلت لكم سوف يغير كل شيء، يعني كل الاحتمالات ممكنة، والنيتو وضع على المحك، وعلاقة أوروبا الغربية بأمريكا وضعت على المحك، ومصلحة روسيا والحلف الروسي الصيني كوريا الشمالية أيضا وضع على المحك. إذن هي حرب اقتصادية، حرب إعلامية أكثر من هي حرب عسكرية. الحرب العسكرية لا أتصور لا أمريكا ولا الغرب سوف يتدخل فيها، ولا أتصور أن روسيا سوف تتجاوز حدود أوكرانيا. وكما قلت لكم أوكرانيا ما هي إلا أم روسيا. أتصور أعطيت نظرة عامة حول الموضوع والسيناريوهات الممكنة، وكما تعلمون في السياسة لا يمكن أن نتوقع ماذا سوف يحدث، والتاريخ والأيام هي التي تؤكد لنا ذلك. ولكن كما أؤكد وأقول إن احتمال قيام حرب عالمية ثالثة لا أتوقعه، بل هي فقط حرب إعلامية وتشويهية واقتصادية. وهنا تعود إلى حناكة بوتين وروسيا، كيف تخرج من هذه الورطة التي وقعت فيها. كما لا ننسى أن أمريكا يمكن أن تهيج الشعب الروسي على بوتين أو بعض القياديين من الجيش وغيرها لكي ينقلبون على بوتين أو يقتلونه، لكي يقدمونه قربان لأمريكا لكي ترضى عنهم. مع الأسف هذا هو العالم الذي نحن موجودين فيه. كما ترون في الأخبار العنصرية، كيف التعامل مع اللاجئين، الكيل بمكيالين، منع روس من القيام بألعاب رياضية لأنهم روس ولأنهم مع بلدهم، طرد مغنيين وشخصيات رغم أنهم ينادون لا دخل للرياضة وللفن مع السياسة، ولكن عندما يصبح الأمر يخصهم هم يسمحون بكل شيء. وهذا هو عين الظلم والعجرفة الأمريكية والغربية الذي يسيرون معها وتحت أوامرها. فأتمنى أن هذه الحرب تنتهي في أقرب وقت ممكن، وأن تستفيق الطبقة المثقفة والسياسية فيما يسمى العالم الغربي، لكي تعلم إنها ليس وحدها إنسان وليس وحدها متحضرة، بل كل إنسان من أوساط إفريقيا
إلى آخر الصين إلى آخر روسيا إلى أبغار أمريكا الجنوبية، كلنا بشر وكلنا إنسان وكلنا لنا الحق في العيش، وأن كل شعب له الحق أن يحكم نفسه بنفسه، وكل شعب له الحق في أرضه ووطنه وعاداته وتقاليده وثقافته ولغته وعلمه، وهذا حق من حقوق الذي مع الأسف كثير من الدول تحت الاستعمار، من فلسطين إلى سبتة ومليليا إلى جزر الكناري إلى مضيق طارق إلى الأهواز في إيران وفي تركيا الذي مستعمر كثير من المناطق، وغيرها من الدول، وداخل أوروبا الباسك وكورسيكا والكاتالون وغيرهم من الشعوب الذي يطالبون بحقوقهم. أتمنى أن هذه الحرب سوف توقظ ما يسمى بالضمير الإنساني لكي يعترفون بحق الشعوب مهما كانت صغيرة، وبحق وجودها، وبحق تحقيق ذاتها وتقرير مصيرها. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم على التشجيع، وشكرا لكم على التوزيع، ومعاه فيديو آخر وبسلامة.